الرئيس النمساوي السابق يصف التصويت ضد وقف الحرب في غزة بالخاطئ. رئيس حزب الحرية اليميني يصف نفسه بمستشار الشعب. النمسا توافق على انضمام رومانيا وبلغاريا جزئياً لمنطقة شنغن. وزارة الصحة توقف بطاقات التأمين الصحي بدون صورة. 570 ألف شخص في النمسا يعيشون في وحدة تامة. شرطة الأجانب تعتقل شاباً تركي أثناء حفل زفافه لترحيله. مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. انتقد الرئيس النمساوي السابق هاينز فيشر الحكومة الحالية لعدم دعمها قرار الأمم المتحدة بوقف الحرب في قطاع غزة، ووصف فيشر الموقف بأنه خاطئ، مشيرا إلى تجاهل الحكومة دعوى القرار لإنهاء القتال واتخاذ إجراءات إنسانية. وأعرب فيشر عن تضامنه مع قرار الأمم المتحدة حيال الوضع الكارثي في غزة، مؤكدا تأييده لتقارير مفوض حقوق الإنسان النمساوي فولكر تورك الذي أعرب عن قلقه من العمليات الإسرائيلية في غزة. اعتبر رئيس حزب الأحرار هيربرت كيكل نفسه مستشار الشعب، وذلك في المؤتمر الشعبي للحزب في غراتس يوم السبت. وفي سنة الانتخابات السوبر يتصدر حزب الحرية الشعبوي اليميني في استطلاعات الرأي، فيما تسعى المعارضة لكسب المزيد من الأصوات في هذه الانتخابات الحاسمة. ويعمل كيكل على الجمع بين دور المعلم الكبير والبطل الشعبي، حيث يتبنى موقفا صارما تجاه المهاجرين غير المندمجين، مؤكدا دعمه لطرد وإلغاء جنسياتهم. حصلت رومانيا وبلغاريا على الموافقة للانضمام جزئيا لمنطقة شنغن الأوروبية للتنقل الحر جوا وبحرا بعد انتظار دام 10 سنوات. ومع ذلك تبقى بعض القيود قائمة، حيث أعلنت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي أنه اعتبارا من نهاية مارس سيتم ضم رومانيا وبلغاريا جوا وبحرا إلى منطقة شنغن بشكل جزئي. رغم الدعم الأوروبي، فقد استخدمت النمسا حق النقد ضد انضمامهم بسبب قلقها من ضعف إجراءات حماية الحدود. ومن المتوقع أن تتفق الدول الثلاث لاحقا على إنهاء قيود الحدود البرية. أعلنت وزارة الصحة عن انتهاء صلاحية بطاقات التأمين الصحي في النمسا إيكارد التي لا تحمل صورة، باستثناء الأطفال دون 14 عاما والمسنين من 70. وبدأ الإجراء من بعد 15 يناير عام 2023، حيث تم إصدار بطاقات إيكارد الجديدة مع صورة منذ 2020، حيث استفاد معظم المؤمن عليهم صحيا في النمسا من هذا التحديث دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء من جانبهم. وتشير وزارة الصحة إلى أنه يوجد حوالي 84 ألف شخص بعد في الانتظار لم يوفروا صورا لهم للسلطات، مؤكدة على وجود فترة انتقالية لمدة 150 يوما. أظهرت دراسة أجراها معهد سورا بالتعاون مع كاريتاس في فيينا أن هناك 570 ألف شخص في النمسا يعانون من الوحدة. وفقا لمدير كاريتاس كلاوس فيرتنر، يزداد الشعور بالوحدة بسبب الجائحة والتكاليف المرتفعة، حيث يقول 17% من الأفراد المشمولين بالدراسة أنهم قللوا من الاتصالات الاجتماعية بسبب ارتفاع التكاليف. ولذلك أطلق مشروع شبكة الدردشة الذي يقدم الدعم للأشخاص الذين يشعرون بالوحدة، حيث شهد أكثر من 41 ألف مكالمة العام الماضي من خلال 4000 متطوع. اعتقلت شرطة الأجانب في النمسا السفلى شابا تركيا أثناء عقد قرانه في مكتب الزواج في بلدة باد فوسلاو، وذلك بسبب مخالفته لقانون الإقامة. وتم اقتياده قبل توقيع عقد الزواج إلى الحجز الاحتياطي لترحيله إلى تركيا، وأصيبت العروس بصدمة وتم إسعافها للمستشفى. كانت محكمة اللجوء قد رفضت طلب لجوء العريس قبل 10 أيام فقط من الزفاف، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يحق له الإقامة بشكل قانوني بعد الزواج،
وقام المحامي غريغور كلامر بتقديم شكوى إلى المحكمة واصفا التصرف بأنه وحشي. كانت هذه نشرتنا مشاهدينا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.